السلام عليكم. شايف لي كم زول كده قاعد يكتب تعليقات على الامارات؟ تمام. فانا عايز اقول لكم على حاجه. اول شيء ان ما بتلحقوا جده، دي اول حاجه. ثاني حاجه، ابعدوا من الامارات وخلونا في بلاوينا، وخلونا في انه نحن ما عارفين لغايه حسي نقعد في طرابيزه واحده نعمل وحده وطنيه زي الناس. ما لكم مال الامارات عايزين بيشنا؟ ان شاء الله بس نوصل لإحنا ربع الامارات. البلد دي سبحان الله، طبعا في ناس هتطلع حسي وتقول لك دافع له، وزي في واحد اتهمني اتهام كده، وطبعا ما طلعت تعليق عشان ما عايز اشيره، اوكي؟ لكن بس عايز اوضح حاجه. ان شاء الله نحن نوصل ربع الامارات. دي بلد عندهم حاجه اسمها البيت متوحد. بيت متوحد يعني شنو؟ يعني كلهم قلوبهم على بعض. دي حاجه احنا فاقدينها. دي بلد رباهم الشيخ زايد على الادب والاحترام والذوق. اي زول عايش في الامارات خليك الضمين. وين ما بنمشي غير الاحترام ما بنلقى منهم. لو في مول تجي داخل اسانسير، المواطن يقول لك اتفضل الاول. ابقى كده واقف في الشارع عربيتك بايظه، شوف كم مواطن هيقف لك وكم اماراتي هيقف لك. لما نمشي مؤسسه حكوميه ممكن زول من المقيمين ما يمشي لك امورك، لكن تمشي لمواطن ولا مواطن تقول له يا اخي بالله انا عندي الحاجه دي، يجيب فيها لغايه ما يحلها لك. فعلا تربيه الشيخ زايد، وفعلا عيال زايد، وفعلا دار زايد، والله يعزهم ويعز الامارات ويحفظهم ويحفظ شيوخهم ويحفظ بلدهم ويحفظ سمام وارضهم. على الاقل بيحبوا بلدهم. وفوق ده كله انا شخصيا من مليون الف دين للامارات في 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 رقبتي. في كورونا كنت ماشي اموت. جاتني كورونا وقتها الشيخ محمد بن زايد طلع قال شنو؟ لا تشيلون هم الناس كلها. اتعالجت على نفقه الدوله. لا دفعت قريش ولا مليم، انا واي زول تاني واي زول موجود في الامارات كده يكذبني. يطلعوا حس السودانيين يكذبوني. احنا نخلينا في بلاوينا وخلينا في مشاكلنا، ها؟ وما نقرب لدول تانية وما نتكلم في حاجات ما بتخصنا. مالكم ومالهم، خلونا نحل مشاكلنا نحن. السودان ده له 500 الف مليون سنه ما عرف يحل مشاكله بسبب انه نحن همنا ما على بلدنا وقضبنا ما على بلدنا، ولانه نحن ما عارفين نتفق لغايه الليله. هي دي المشكله الحقيقيه. مش الامارات. كم واحد داخل يقول في كلام ما في له اي 60 داعي. انا باسمي وباسم اي مواطن سوداني نعتذر للامارات حكومه ودوله وشعبا وسماء وارضا عن اي خطا، عن اي تطاول، وعن اي كلام، وعن اي اساءه. الاماراتيين المحترمين، الاماراتيين الراقين المبرد الاساءه. سبحان الله، شيخ زايد وحدهم، لكن غير انه وحدهم عمل شنو كمان؟ زرع فيهم سبحان الله مكارم الاخلاق. ان شاء الله نلحق الاماراتيين نحن بس في اخلاقهم، خلينا من اي شيء ثاني، خليك من وصلوا القمر ومن طوروا بلدهم ومن بنوها ومن بقوا قبله لكل شيء، للاستثمار والسياحه ولكل حاجه. ان شاء الله بس نبقى ربعهم بس في اخلاقهم. ما عمري شفتهم بينبزوا بعض ولا بيسيئوا لبعض ولا زول فيهم بيتهم الثاني بقبليه ولا يقول لي انت من قبيله فلان، كلهم البيت متوحد. الكلمه دي اكثر كلمه بحبها انا في الامارات، البيت متوحد، يعني البيت واحد، يعني اليد واحده، يعني القلب على القلب. امشوا. قال الامارات، قال الامارات ستكم وتاج راسكم. وانا زي ما بقبل في السودان واللي بقدر في السودان بقطع لسانه، اللي بقدر للامارات بقطع لسانه. سلام عليكم.